تكلمتي على المشاركات الخارجية وجماهير أولمبيك أسفي، فهي كطالبكم كمكتب مسير بالدفاع عن الحق ديال أولمبيك أسفي المشاركة في كأس الكاف، كيفاش كتشوفوا هذا الموضوع انتم كمكتب مسير سي محمد؟ كما مكتب مسير يعني فعلا ما كاينش واحد اللي كره بانه لعب لاكاف، هذه باش نكونوا واضحين. مساله لاكاف متعلقه بحامله الكاس، يعني تنتظروا اجراء المقابله ديال نصف النهائي باش نعرفوا الفرق المؤهله فعلا. الى كان شي فريق اللي هو غير مدرج في المنافسه الافريقيه وكان حامل الكاس، يعني زعما الولد يكون زعما في القانون خصو يكون يدي لاكوب ماشي يكون غير في النهايه، خصو يدي لاكوب، هذا هو القانون اللي كاين ديال الفيفا. صحيح، عنده حق يمشي لاكاف، سينو راه كتمشي لاكاف ريام هي اللي كتمشي لاكاف. دونك حنا كنتظروا يعني القانون يعني كيطبق على نادي الاولمبيك، كنتظروا حدا دوز نصف النهائي ديال كاس عرس والنهائي ديال كاس عرس باش نشوفوا شكون الفريق اللي غادي يمشي لاكاف. لحد الساعة ما ديروا لا طلب لا والو. درنا الطلب فعلا عن طرف ديالنا، سيدنا طرف ديالنا الجامعة على اساس حنا يعني راه جاهزين وعندنا طموح كبير باش اننا نشاركوا في الكونفدرالية الافريقية وواجدين ليها، يعني كتركيبة بشرية ويعني وكحتى من البنية التحتية حنا واجدين وبري، يعني غادي نحمر الوجه ديال المغاربه ان شاء الله. ان شاء الله تستاهلوا، ان شاء الله. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على راس كل لحظه.